في دولة من دول أوروبا. كأوروبا قال أنا كان عندي درس ولله الحمد. درس علي مسات الله مسكنا يقبل. فجاءني رجل مسلم. عند مسلم متى؟ وقال عندنا شاب. إني أزندان وطات هذا. فرنسي. يا فرنسا وطات. 17 عام. أدميه يخرج 17 عام تدريه. يريد يسلم. لسلم يفرقه. لكن لديه شبهات. نقال جنب بيجي تعال بتعال. فما رأيك تعطينا فقط ربع ساعة 10 دقائق نتكلم معه لعل الله يهديه. يتوسنا روس أتن فاتكرا كرل نال تعمتش لنا لبروانو يميروس. بعد الدرس في مكان في المسجد غرفة دخلنا فيها أنا وهذا الشاب والمترجم. كساعات هرجعين بهلا وديدك غرفة جبان يا سوية يا جنانيو يا دم صبح لبجة تبعلو أني. فأنا سألت هذا الشاب. يعني وطعت أيوه. ماذا لديك؟ من دنيا وشجر. قال لدي شبه. بجيت على الدنيا. قلت يكفي. يبقى في رد الشبه أنها شبه. قلت للمترجم ترجم هذا. أنت قال بجيت بجيت مع يالوك على كيبك على مطفونته. المترجم ترجم اللي ترجم. المترجم لم يترجم. ترجواني والترجم. رجع علي المترجم. وديني تمني. وقال نسمع منه. كسر نسمع. ماذا لدي من شبه؟ كسر اللي نسينا دام. وأنت ترد وأنا أترجم. أنت ملس اللت إني أترجم اللت. فقلت أنا للمترجم. أنا أترجم. هذا ليس عملك. أنت يا أنت سرعت. أنت تترجم فقط مؤتمن على الترجمة. أنت بترجمات عمينه مستوهم بالشارة ما. أما أنا إيش أفعل مع هذا ليس لك علاقة. أني كسر قارب النجارون يملكت هنا قليل. أو أنت تفهم معه وأنا أمشي. ويكسر قارب أنت تقلباني يا تهدى. فهذا الشاب ينظر إلي أنا المترجم يعني نتناقش بحدة قليل. أني أنا ترجمي وسنكاك يا سوية لنا. فقال المترجم خلاص. يا ترجمي ويا بكاني. آسف لا أعود إلى هذا أترجم. أني بكاني أترجم هذا. فترجم لهذا قال هذه شبه ويكفي في الرد عليها أنها شبه. لا ترجع لجعلهم يترجعون من لا تعلو لا أنت هي أسكوا تجر مهرو يبكهل شبهة على بنيها وشبهة مهرو بتجيب كهل. فقلت لهذا لا يا سوي بارود أنت تعرف أن الإسلام حق. إسلامنا حق مهرو أنت تقعدها. قال نعم. نعم. قلت لماذا لا تسلم؟ لأنه ما تسلمت. قال أفكر. لا سبب بذلك. قلت له متى؟ استمتى؟ قال إلى غدا مثل هذا الوقت أنا أتيك إن شاء الله. ما قال إن شاء الله. قال أتيك مثل هذا الوقت. نعم. استنى جاست دين ساعات للسبب قرامة عليهم. قلت تمام. إيش؟ تضمن أنك تعطيني غدا في هذا الوقت؟ واستنى له نجا بس ساعات لما جنانيت. قال ما أضمن. واستنى له. قلت لماذا لا تسلم الآن؟ تعالي على من أول ما تسلم وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله. خالله بس تقربها كلمة لك مقبو يتال إلا بي مسكرا له أمتك. نطق الشهادة. شهادة ويو تنقر. هذا المترجم أخرج الجوال يريد يسجل نطق هذا بالشهادة. قلت له سبحان الله لو فتحنا الشبه ممكن بقينا هنا للفجر. وجاو يا ترقوامي موبايلنا وطنا وجاو يا ننكرته كركر بن كفتن روس تصوين هيد راس نبر من قتلو. لا تفتح باب الشبهات. تكفتو لا بجيتا يويت بوتا التامتان. لا تقتر بنفسك بعض الناس يا روح يا اقرأ كتب الضلال كتب الروافض. عند ساوي إهدال يروح في ضوء متعافي كفتان.